المعرض ده معرض فني جماعي ضم الفنانين الدكتور عاصم عبد الفتاح من المنيا، دكتور عبد العزيز الجندي من القاهرة، فارس أحمد فارس فنان قدير، الدكتورة فاطمة علي أو الفنانة فاطمة علي، الفنان ميشيل معلوف، الفنان محمد الجنوبي، الفنانة منى علي رجب، الفنانة منى قنديل، الفنان ياسر عيد. أهمية المعارض الجماعية أنها بتبقى فرصة للتلاقي والحوار الثقافي التشكيلي ما بين الفنانين وما بين المتلقيين لمختلف المذاهب الفنية، وده بيعمل عملية إسراء للحركة الفنية وإسراء للفنانين أنفسهم بتبادل الخبرات مع بعضهم وللتعرف على الاتجاهات الجديدة والحداثة بتاعت الأعمال بتاعتهم، وفي نفس الوقت بيبقى فرصة للتلاقي مع جمهورهم وسماع رأي جمهورهم في أعمالهم التشكيلية وسماع رأي النقاد، وبيبقى فرصة برضو لتسليط الإعلام أو وتسليط الإعلام على الحركة التشكيلية اللي هي تعتبر جزء من الحركة الثقافية. المعرض ده ضم خبرات مختلفة وضم أساليب مختلفة وضم تنوعات مختلفة من الشغل بالأكريليك ومن الشغل بالألوان المائية ومن الشغل بالكواش وبالشغل بالزيت، كمان ضم أساليب متنوعة ومختلفة ما بين الشغل الواقعي في بعض الأعمال وما بين شغل اللاندسكيب في أعمال أخرى وما بين شغل الووتر كولر التأثيري وما بين شغل اللي يعتبر تعبيري وفي شغل كمان يعتبر سريالي. أنا بقالي حوالي 17 سنة في المجال الفني، ومؤخرا عملت الخط الخاص بي وهو إن أنا بعمل لوحة فيها قصة تاريخية لشخصيات كلنا عارفينها أو أحداث كلنا عارفينها، فنقدر ببساطة إن إحنا في لوحة نفتكر حكاية كاملة بشخصياتها بكل أحداثها. النهاردة أنا حاطة لوحتين عن الملكة المصرية العظيمة كيلوباترا، أكيد طبعا كلنا سامعين أو بنعرف الملكة العظيمة دي بإنجازاتها الرائعة. بحكي قصة حياتها في طابلوهين، الطابلو الأولاني أو اللوحة الأولانية هي كيلوباترا، ومعروف طبعا في التاريخ إن هي اتجوزت قيصر، يوليوس قيصر. اللوحة بتحكي القصة كلها ببساطة، ده مشهد للملكة كيلوباترا، ده مشهد لقيصر في المشهد المعروف التاريخي لما اتقتل وحصلت عليه مؤامرة من أقرب الناس المقربين ليه، ده جزء لخريطة مصر، ده مشهد للحصان اللي هو طبعا كان عنصر أساسي في الحروب في وقتها، فالمشاهد يقدر بصورة سريعة كده يفتكر الأحداث، قصة الحب الشهيرة والحروب ومشهد القتل. أنا دايما بحط عنصر حديث في اللوحة علشان أربط الماضي بالحاضر وأقول إنه كل الأحداث دي بتتكرر لغاية النهاردة، عندنا حروب وعندنا قصص حب وعندنا كفاح وعندنا تاريخ بيتكرر. اللوحة الثانية عن كيلوباترا ومارك أنتوني، هو كان قائد روماني عظيم وهم برضو ارتبطوا ببعض، وده العنصر الحديث اللي في اللوحة عشان نقول ان احنا لسه برضو فاكرين الشخصيات دي وبتتكرر. واللوحة سريعا بتحكي قصة الحب اللي ما بينهم، وده مشهد للمحاربين الرومان وده مشهد للمصريين الفراعنة العظماء وده مشهد اللي احنا كلنا بنفتكره اللي هو المشهد اللي هي انتحرت فيه بالسم لما عرفت انه هو اتقتل،
وده الجزء هنا للأهرامات وأبو الهول. فيعني هي الفكرة انه انا بحكي قصة مبسطة عن طريق مشاهد متقطعة، نقدر كده كأنه هي تجذب المشاهد ان هو يجمع الاحداث كده كأنه هو بازل او كأن هي لعبة لطيفة، فنفتكر التاريخ لينا، وان شاء الله الاجيال اللي طالعة تعرف تاريخنا وتفتكر احداث تاريخية مهمة، لانه دي بنتعلم منها بنستفيد منها لغاية النهاردة، بنفتكرها وبنتعلم دروسها ونقدر ان احنا ننتفع بالحاجات اللي احنا تعلمناها في التاريخ بتاعنا. تخصصت في الرسم بالألوان المائية. الألوان المائية من الخامات الصعبة، والشفافيات بتاعتها لها روحانيات وبتدي بهجة للشغل. في شغلي أنا بتبع شوية المدرسة الواقعية، بحب جدا رسم المودلز والبورتريه، بالذات الموديل المصري اللي بتعبر عن الجو المصري الأصيل. الشغل بتاعي بيتميز بحاجتين، أو المدرسة الجديدة اللي أنا ابتديت أشتغل عليها هي مدرسة الواقعية الممزوجة بحاجة اسمها السوبر رياليزم أو الواقعية الشديدة يعني، وابتديت أمزج ما بين البورتريه وما بين اللاندسكيب، الطبيعة المصرية الجميلة الخلابة بشمسها وبقوتها وبألوانها الزاهية، وبين الوشوش المصرية الجميلة. أصدت في أعمالي دايما أن يكون فيها بهجة، بحيث أن المتلقي دايما يحس بشعور بالسعادة أو بالبهجة في اللوحات بتاعتي باستخدام الألوان. ألواني تعتبر أميل للألوان المصرية الفرعونية، لأن ألواني كلها فيها حس ساخن شوية، ما بحبش الألوان الرمادية والألوان الفترة، وده تأثير طبعا البيئة المصرية، لأن أنا واحد اتولد في الصعيد وعاش وشاف المناظر الجميلة في الريف وفي النيل، وفي نفس الوقت سافرت في كل المناطق السياحية الموجودة في مصر، فرسمت من الواحات ورسمت من أسوان ورسمت من بعض مناطق الصعيد ورسمت في القلعة ورسمت في أجزاء كتير. ما بين حبي للبورتريه وحبي لللاندسكيب ابتديت أمزج ما بين الاتنين، ما خليش ده لوحده وده لوحده، في تجربة جديدة ان انا اقدم النموذجين دول من العمل من العمل الفني ممزوجين ببعض. أنا حبيت أسجل حالة من بنت مصرية جميلة في شمس أسوان، وراها النيل ونخلة، وراها الجو بتاع أسوان المشمس، وتأثير الشمس على البشرة بتاعتها وعلى وجهها، وهي في نفس الوقت الإضاءة عاملة تأثير كويس جدا. الأسلوب اللي استخدمته في اللوحة دي يعتبر أسلوب تأثيري. الخامة اللي استخدمتها هنا تعتبر خامة الجواش مع خلطها بالألوان المائية. اللوحة دي من ضمن اللوحات اللي عجبت كتير جدا من أصدقائي يعني، وعلقوا عليها، خصوصا التعبير الموجود في وجه المودلز أو في وجه الفتاة يعني. البنت النوبية من أجمل اللوحات اللي أنا رسمتها، لفتاة نوبية بسيطة وجميلة جدا، تعتبر بتعبر عن البيئة البسيطة والغنية، وفي نفس الوقت النظرة في عيونها والابتسامة الرائعة الموجودة. اللوحة دي من اللوحات الجميلة جدا اللي أنا قدرت يعني أحاول أعبر فيها عن إحساسي والإحساس الفطري اللي بينتابل البنت دي،
وفي نفس الوقت مجموعات الألوان الزرقاء اللي هي بتميز طبيعة النوبة الجميلة واللي بتبين أو بتدي إحساس بالصفاء. في نفس الوقت الفتاة بسمرها الجميل وبعيونها اللي بتلمع اللي فيها أمل وبحركة إيديها اللي هي ماسكة أطراف الشال بتاعها، كل ده اداني تعبيرات واداني أحاسيس انطبعت على اللوحة وخلت اللوحة دي يعني تبقى عزيزة عليا، وفي نفس الوقت اللوحة دي ناس كتيرة سألوني عليها وعجبتهم جدا وأبدوا إعجابهم باللوحة. في اللوحة التانية دي اللي فيها الصيادين، واللوحة دي قصدت ان انا اخد فيها منظر طبيعي انطباعي من للصيادين اثناء الصيد، واظهر جماليات النيل وجماليات الريف بابعاده والشجر والابعاد بتاعت المية والالوان اللي فيها، وتعتبر من يعني لوحة من المناظر الطبيعية الواقعية وما تعتبرش تقليدية، معمولة بخامة الأكوريل، وخامة الأكوريل طبعا خامة صعبة التحكم فيها لكنها بتدي يعني بتدي نتائج جميلة يعني مبهجة في النهاية. المعرض الجماعي ليه أهمية بالنسبة للفنان وبالنسبة للمشاهد أو اللي بيحب الفن وبيستمتع بيه. بالنسبة للفنان احنا بيحصل تجاوب بيننا وبنتعرف على أعمال بعض وبنشوف أعمال بنشجع بعض، مش هنقول ان احنا بننتقد بعض بس حتى لو في ملاحظات بنعملها بحب، وكل واحد بيبدي إعجابه بأعمال زمايله، ده بيعمل روح حلوة قوي في المعارض الجماعية لأنه كلنا بيجمعنا حب الفن وكلنا في نفس المجال وبنفرح بنجاحات بعض. بالنسبة للمشاهد أو الشخص اللي بيحب الفن وبيجي المعرض فبيلاقي في تنوع لأنه كل حد بيبقى ليه رؤية فنية بيقدمها في العمل بتاعه، كل حد فينا ليه فكر مختلف وليه التاتش بتاعته وليه التكنيك بتاعه وليه الفكرة اللي بيقدمها مختلفة عن أي حد تاني. فلما بيكون معرض جماعي المشاهد بقى بيستمتع ان هو يشوف مدارس مختلفة افكار مختلفة لانه كل فنان بيسيب بصمته، فده بيخلي المشاهد يستمتع باكبر قدر من الاعمال الفنية الجميلة المتنوعة اللي يعني طبعا بتختلف على حسب شخصية الفنان، فده بيبقى حاجة جميلة جدا للطرفين للفنان وللمشاهد.